ما زلنا مع أخبار الصحة، ولكن من يعني إنجازاتنا فيما يخص فيروس سي والاهتمام بهذا الأمر إلى حال المستشفيات. بكل أسف الوفد بتقول انهيار سقف مستشفى فوق المرضى بعد ترميمه بأيام. بيقولوا في الوفد إنه الفساد ما أسموه بالفساد الإداري تسبب في مهزلة كبرى حيث انهار سقف مبنى مستشفى للصحة النفسية بمدينة طنطا وفوق الناس وهم موجودين داخل المستشفى. والمستشفى ده حسب الوفد بيقولوا تم استلامه منذ عدة أيام فقط بعد انتهاء أعمال الترميم فيه.